اكيد هنبتدي باهم العناوين. العامري فاروق: الاهلي يرفض تماما محاولات البعض وضع النادي في مأزق امام جماهيره. محمد يوسف: نمر بأدمى مثل أندية أوروبا. عبد الحفيظ: اقتربنا من حسم صفقات شتوية سوبر. الفريق الأول يواصل تدريباته بدون راحة استعداداً لبتروجيت. صلاح محسن يغيب للإصابة ومحمد هاني يعود للتدريبات. أجيري يدرس اختيار وجوه جديدة في مباراة النايجر. والليلة محمد صلاح يقود ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.